بعث صاحب السمو الملكي الامير سلمان بن حماد الخليفه ولي العهد نائب القائد الاعلى نائب الاول رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ورعاه ببرقيه تعزيه الى فخامه الرئيس سيرجيو ماتاريلا رئيس جمهوريه ايطاليا الصديقه عبر فيها سمو عن خالص تعزي وصادق مواساته بضحايا الزلزال الذي ضرب اقليم لازيو بوسط ايطاليا واودى بحياه العديد من الضحايا وخلف عدد من المصابين عرب فيها سمو عن بلغ تعزي وصادق مواساته في ضحايا الزلزال متمنيا السمو للمصابين الشفاء العاجل كما بعث صاحب السمو الملكي ولي العهد ببرقية تعزية ومواساة ممثلة إلى السيد ماتيو رينزي رئيس وزراء جمهورية إيطاليا ضمنها سمو خالص تعزي وصادق مواساته في ضحايا الزلزال